في زوجة مثلا حبت ان هي يعني زي ما بنقول كده تعمل كارت ارهاب لجوزها، فبترفع دعوة خلع عليه، وبعد فترة بتقوم متنازلة عنها، تيجي بقى مشكلة بجد فعايزة تخلعه مرة تانية، هل بيجوز ده ان هي ترفع دعوة خلع اكتر من مرة لو اتنازلت عنها اول مرة؟ شوفي يعني انا هنصح برضو، المسائل اللي حواليه الشخصية مسائل شوية حساسة جدا جدا، مش عايزين ندي كارت ارهاب لبعض في مسائل مصرية. يعني يعني الحديث الشريف بيقول ايه؟ ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، التطليق يعني التلفظ بالطلاق. بنفس القصة الزوجة ما تلعبش بكارت ده، ولكن ده نصيحة مني، ولكن ردا على السؤال مش مشكلة، انا ممكن ترفع خلع وتتنازل عنه. مش شرط برضو يبقى كده، ممكن تكون اتصلحت فتنازلت. ممكن تكون قدروا يوصلوا الحل بالظبط، في مساعي خير دخلت معاهم وقدروا يوصلوا، ممكن ترجع. يعني اذا كان المحكمه نفسها بتحاول توصل للحل قبل الخلع. بالظبط، برافو عليك. صح زي ما انت بتقول، المحكمه بتوصل للحل، لكن هي يعني ايه السؤال اللي انا فاهمه؟ ان هو نفترض الست دي او الزوجه دي النهارده حبت لا نغيره ناخد الاصعب، لا الطلاق خالد خلع، ينفع يتجوزوا تاني مثلا؟ مشكله بقى قسيمه جديده ولا ايه الموضوع؟ اذا كان خد بالك بقى، اذا كان الزواج مش متمم لثلاثة، اسف الطلاق مش متمم لثلاثة ثلاث مرات، ما انت ممكن دي تكون الخلع دي التالتة، فما ينفعش. زي الطلاق بالظبط، يعني الطلاق بالظبط. لكن هي النهاردة ينفع زي ما حضرتك قلتي انها ترجع، ولو حصلت مشكلة تاني ترفع خلع تاني. ولو اتطلقوا ورجعت اتجوزت تاني شخص تاني، لا هو نفس الشخص، اتطلقوا خلعا وعقدوا بعقد جديد ومهر جديد، اذا ما كانش ده المتمم لثلاثه تمام، عادي ممكن ينفع ترفع خلع تاني.